نقرأ دانيال من عدد 9 وإلى عدد 19، ده اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت، ولو عندنا إمكانية ممكن نقرأ الجزء الثاني. في السنة الأولى لداريوس ابن أحشويروش من نسل الماديين الذي ملك على مملكة الكلدانيين، في السنة الأولى من ملكه، أنا دانيال فهمت من الكتب عدد السنين التي كانت عنها كلمة الرب إلى إرميا النبي لكمالة 70 سنة على خراب أورشليم. فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظ وصاياه، أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك، وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وآباءنا وكل شعب الأرض. لك يا سيد البر، وأما لنا فخزي الوجوه كما هو اليوم للرجال يهوذا ولسكان أورشليم ولكل إسرائيل القريبين والبعيدين في كل الأراضي التي طردتهم إليها من أجل خيانتهم التي خانوك إياها. يا سيد لنا خزي الوجوه لملوكنا، المرة الثانية تقريبا نفس الكلام، لرؤسائنا ولآبائنا لأننا أخطأنا إليك. للرب إلهنا المراحم والمغفرة لأننا تمردنا عليه، وما سمعنا صوت الرب إلهنا لنسلك في شرائعه التي جعلها أمامنا عن يد عبيده الأنبياء، وكل إسرائيل قد تعدى على شريعتك وحادوا لئلا يسمعوا صوتك، فسكبت علينا اللعنة والحلف المكتوب في شريعة موسى عبد الله لأننا أخطأنا إليه، وقد أقام كلماته التي تكلم بها علينا وعلى قضاتنا الذين قضوا لنا ليجلب علينا شرا عظيما ما لم يجرى تحت السماوات كلها كما أجري على أورشليم. كما كتب في شريعة موسى قد جاء علينا كل هذا الشر ولم نتضرع إلى وجه الرب إلهنا لنرجع من آثامنا ونفطن بحقك، فسهر الرب على الشر وجلبه علينا، لأن الرب إلهنا بار في كل أعماله التي عملها إذ لم نسمع صوته. والآن أيها السيد الرب إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا اليوم، قد أخطأنا عملنا شرا، يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك، إذ لخطايانا ولآثام آبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. فاسمع الآن يا إلهنا،
صلاة عبدك وتضرعاته، واضئ بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد. آمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وانظر، خرابنا والمدينة التي دعي اسمك عليها، لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. وده آخر عدد أخذناه المرة اللي فاتت، وبيختم دانيال صلاته بيه: يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد أصغي واصنع، لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك قد دعي على مدينتك وعلى شعبك. نشكر رب لأجل كلمته الصالحة لنا. الأهم شيء في الصلاة هو روح المصلي تجاه الرب، وقال الرب يسوع: تعلموا مني لأني وديع متواضع القلب. وحينما يكون الشخص المصلي مش وديع ولا متواضع القلب بتبقى صلاته مرفوضة مقدما. يعني واحد يجي يصلي يبرر نفسه قدام ربنا: انت ظلمتني. يعني ليه يظلمك؟ طيب يا رب انت مش مديني زي مدي غيري، يعني انت ايه غلطان في تصرفاتك، مديش ليه؟ يا رب اشمعنى فلان؟ كل ده كلام يعني يجعل الصلاة مرفوضة من أولها قبل ما توصل فوق، لأنها مش صلاة مسيحية للمسيح. الصلاة المسيحية قال عنها الرب يسوع نفسه: إن أكملتم كل بر فقولوا إن إحنا إيه؟ عبيد بطلوا. طب مين فينا كمل كل بر؟ فإحساس الإنسان إنه هو بار وربنا غلطان ده إحساس شيطاني يأتي حينما يقرع الشيطان قلب الإنسان، يقول له كلمتين دول انتهت الصلاة، ما فيش صلاة، صلاة عيل ارفع فلان ده. الله البار، في بشر بار؟ ليس بار ولا واحد، خلص الموضوع. الله القدوس، في شخص كده قدوس؟ ما فيش خالص كلمة قدوس دي. قديس ده ربنا بينعم علينا نكون قديسين، قديسين الذين في أفسس، قديسين الذين في كورنثوس، قديسين الذين في غلاطية، دي نعمة من الرب. فإن واحد يتخيل نفسه أنه هو كبير وربنا صغير، مجنون إيه ده؟ ونجد كده في صلاة دانيال، دانيال ده أعظم واحد في ذلك الوقت في الوجود في العالم كله، ويمكن لغاية دلوقتي. يعني من العلامات الواضحة في العالم 3 4 5 منهم دانيال، ووقته ما فيش غيره، هو الفتية الثلاثة. نشوف بيصلي ازاي، بيصلي بكل انكسار بكل اتضاع، بيعترف بذنبه، هو ما عملش ذنب الحقيقة، ما نقراش ذنب دانيال، نقرا ذنب الملوك قبليه كتير، لكن دانيال هو ما كانش ملوك، يعني كان من نسل الملك لكن مش ملوك، يعني من عيلة الملك. ف يعني مهم قوي ان احنا نعرف الصلاة، كل واحد في احتياجه وفي مشكلته يعرف انه مش هو محتاج عشان ربنا ظلمه، لا، اما محتاج لانه هو يعني لازم ربنا يمتحنه، وإما محتاج لأن لازم ربنا يأدبه، مين فينا محتاجش تأديب؟ وإما محتاج إن ربنا بيعلمه الصبر عشان يجعل هذا الإنسان نافع للمستقبل، يزكيه في الإيمان. مفيش، مش ممكن ربنا يضر أولاده، مفيش،
هل في واحد أب سمعته عنه بيضر أولاده يبقى مجنون أو متخلف أو شطار حاجة زي كده؟ وبالنسبة لكلمة الله، المسيح بيشبه عطايانا، عطايا الله لنا بعطايا إحنا البعض. من منكم ابنه يطلب منه خبزا يديه عقرب؟ عمرها ما حصلت. طب ازاي انتوا تتخيلوا انكم تطلبوا مني طلبه صالحه وانا اعكسها لكم؟ مستحيل. فالمعلومات الالهيه والعلم الالهي والحقيقه وطبيعه الله بار في كل اعماله. احنا الشيطان بيدخل دماغنا بيقلب لنا المواضيع. فالكلام اللي قاله دانيال هنا صحيح 100%، صحيح تاريخيا، صحيح معنويا، صريح لفظيا من كل وجه. والكلام اللي قاله دانيال، واكيد اشترك مع القديسين وقتها، كان حزقيال عايش وكان ارميا عايش وكان قديسين ما اعرفهمش عايشين. وبذلك ربنا رد سبي اورشليم. اعتراف دانيال أكثر من مرة وعلى التوالي، كل آية واتنين يقولها، كل آية واتنين: يا سيد لنا الخزي، خزي الوجوه، مش الهيكل خربان ومحروق والأرض محروقة والقصور محروقة وأورشليم ما فيهاش إلا بهايم، بهايم اللي هي الذئاب الخاطفة، رعال النعام واللي هم الذئاب وكده، يعني فيها حيوانات مش غنم وعز، لا حيوانات مفترسة أو شبه مفترسة ما بيربهاش إنسان، بدل ما كانت مليانة بهجة ومليانة عز ومليانة أعياد. يا عاد أورشليم مشهورة جدا في العالم. ده مش عشان أنت عايز تذل أورشليم، لا ده عشان إحنا عملنا ما نستحق به الذل بالضبط كده. فاعتراف أن كل الأمور لخزي وجوهنا، ده بسببنا احنا مش بسببك انت يا رب. ونلاحظ ان مش بس هنا الشريعة قالت كده، لكن كمان سليمان لما بنى البيت هو اللي بناه في الصلاة المشهورة قوي بتاعته، صلاة مطولة جدا بالتفصيل الشديد، قاعد يصلي معرفش كام وقت، لكن صلاة ما تخلص في نص ساعة ولا في ساعة كمان. ذكر سليمان كل التفاصيل اللي هي لو شعبك ابتعد عنك وطردته في بلاد بعيدة فيلتفت وصلى لك إلى هذا البيت. شكل دانيال كان بيبص لأورشليم ووقتها اشتكوه رموه في جب الأسود. فاستمع يا رب والتفت وانظر، يعني الإنذارات موجودة في كل عهد من العهود. وادي الشعب بعد وتهدم الهيكل كأن لما بتنبأ. فيا رب اسمع وابني، اسمع واستجيب، اسمع وكذا. في العهد الجديد هي عبارة عن آية واحدة متكررة كذا مرة بتقول: ما يزرعه الإنسان إياه يحصد، من يزرع للجسد يحصد فسادا، من يزرع للروح يحصد حياة أبدية. كنت فتى وقد شيخت، واحد بيذكر تاريخه وكان شيخ وقتها، فأنا لما كنت فتى وقد شيخت لم أرى صديقا تخلي عنه، ما شفتش واحد صديق من ولاد الرجل اللي شفته وأنا فتى ده، ده أحتاج عيش، الخير بيجري وراه، مش لازم الخير يعني مالية كتير، ممكن الخير يعني ان هو دايما فائض بيفيض منه مع انه جايز ميته قليله قوي. كان في عيلتنا حاجه احنا محيرانه، ولاد خاله ماما كان عندها اتنين، واحد كمل تعليمه والتاني ما كملش تعليمه، واللي كمل تعليمه كمل تعليمه وخد شهاده من الشهادات اللي الغنيه يعني اللي هي بتجيب فلوس كتير، كان مهندس، والتاني ما كملش تعليمه غلبان قوي يعني ما خدش، عندوش مؤهل عالي يعني.
الغريبة إن المهندس ده ومراته دايما محتاجينه بيستلفوا، والراجل التاني الغلبان ده وكان عنده عيال أكتر من الأولاني عمره ما استلف، لكن بيساعد الفقراء والمساكين والمسلمين في الكنيسة. حاجة كانت تيتا تتجنن، يعني تيتا تقرب لهم قريب، خالتهم على طول. يا أخويا ده فلان وفلان ده بيعملوا كده ليه؟ طب ليه؟ طب ليه؟ حاجات عجيبة جدا. ليه؟ لأن ده تقي والتاني لا. حاجات عجيبة. ده كان عندنا واحد برضو من العيلة دي، ناس أخوهم، مش عارف أخوهم ولا ابن خالتهم، يعني خالة تانية ولا نفس الخالة، الكلام ده من زمان، من 50 سنة، وأنا كل دول عصرتهم شفتهم يعني. جاله إقناع رهيب جدا في حياته، خلى دايما هو ومراته وعياله عيانين. إيه الإقتناع اللي جاله في باله؟ يقول لك لو أنا في الشتاء لبست لبس تقيل، فلما أنا ألبس لبس تقيل وأجي أغير لبس تقيل ده أعيا. طب تعمل إيه؟ لا ألبس لبس خفيف من الأول، فطبعاً دايماً عيان. يعني حضرتك تحرق ليلة هو إيه؟ لابس قميص، ما ينفعش. والعكس، لو أنا لابس لبس خفيف في الشتاء واجي اطلع، ما اعرفش اقناع في منتهى العجب. انا سمعت المعادلة في منتهى، قصده ايه ده الراجل ده؟ واطلع تلطشني لطشه هواء اعيا فيها، فعمل ايه؟ البس لبس تقيل في الصيف ولبس خفيف في الشتاء. ده ايه ده؟ عقلي ده اللي بيغضب ربنا، ربنا ممكن يشيل عقله. والانسان التقي يا سلام يا سلام، يبقى رأيه في الأمور واضح، بياخد نعمة من الله. ليه؟ لأنه الحكمة البشرية الإنسانية ممكن تتلخبط 100 لخبطة، حتى العائل فيها ممكن يتأذي برضه، لكن المتوكل على الرب ده ربنا ماسك مخه وماسك تفكيره وماسك حياته وماسك إراده وماسك أموره. يقول كده يقودك الرب على الدوام، ربنا بيقود الإنسان على الدوام. فبتلاقي يعني الحكمة غمرت البيت، والسلام غمر البيت، والعز غمر البيت. فسليمان ذكر ان لو بيتك اللي انا بنيته ده اتهدم، وفعلا اتهدم، فأي واحد يصلي لك اسمع الكلام. فعلا دانيال صلى، اكيد باصص لأورشليم، سليمان قال لهم كده بصوا هنا بصلوا. كان دانيال فين؟ كان في بابل، وبعدين بلاد فارس، ما نفس قرب المنطقة. وبعدين حزقيال فين؟ حزقيال كان في بابل برضه. وبعدين إرميا فين؟ كان في مصر. ده بص العكس، بس كله بيبص على الهيكل. وربنا استجاب لكل دول واتبنى الهيكل في أيام زربابل ابن شألتئيل. النقطة المهمة في هذه الصلاة، خليك ميال للاعتراف مش لالتماس الأعذار. اللي بيلتمس عذر بيخسر خالص، أولا لأنه بلا عذر، لأنه هو زرع فساد، وكلمة الله موجودة. تزرع فساد ليه؟ طبعا ربنا بيمتحن الإنسان، ده ما بيزرعش فساد، ده بيمتحن عشان يرقيه، دي حاجة تاني. لكن حتى اللي بيمتحن الرب لو قال له يا رب أنا خاطي ارحمني، دي بتبقى عند رب كبير قوي، هو ما أخطأش، ما فيش حاجة مشكلة عنده، ده بيمتحنه. لكن لما يقولوا كده يا ده واد لذيذ قوي او بنت لذيذه قوي، ده انا بمتحن عشان ارقيه، يقول ارحمني، ده ايه الحلاوه دي؟ عشان كده كلمه ارحمني جميله قوي، جميله جدا، تنفع على كل وجه، على الفعل انا الخاطي اللي مش عارف غلط في ايه، زي ما قال داود السهوات من يشعر بها من الخطايا المستتره ابرئني، أو تنفع طلب الرحمة لو كان فعلا الإنسان غلط، ربنا يستجيب ويدخله في الطريق المستقيم مرة تانية. فده الجزء بتاع الايه اللي خدناه المرة اللي فاتت، بنلخصه ان اللي عايز يدخل إلى حضرة الله لابد ان يتضع ويعرف انه تراب بيكلم القدوس، وانه لكي يأخذ مشيئة الله، مش اللي هو عايزه، جايز اللي عايزه مش مشيئة ربنا،
لكي يصل إنه الله يديله مشيئته، وهو الإنسان ده يعيش في رضا الرب، ينبغي عليه أن يتضع، تواضعوا تحت يد الله القوي فهو يرفعكم في حينه. مهم أوي أوي الدرس ده. آخرها بقى، أنا من 17 ندخل شوية ناخد درس جديد النهاردة. صلاة بقى دانيال من عدد 17، فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب. خربان خالص المقدس، هي منظر رهيب جدا، هيكل كله ذهب يصبح على الأرض ومحروق مليان حريق، واللي ماشيين فيه الذئاب والحيوانات المفترسة. طب ده اللي بصوا، ايه ده ايه ده ايه ده، لأنهم زرعوا فساد. أمل أذنك يا إلهي واسمع، وافتح عينيك وانظر خرابنا والمدينة التي دعي اسمك عليها، لأنه لا لأجل برنا، مش بنقول لك احنا برين، لا احنا غلطانين، نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، لكن بنطرح تضرعاتنا عشان مراحمك، أنت بترحم الخاطي، فاحنا بنقول لك احنا من الخطاة المحتاجين رحمة. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد أصغي واصنع، منتظرينك. وفعلا الرب صنع وبني الهيكل مرة تانية. لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، لأن ده الهيكل بتاعك واسمك فيه، مش موجود دلوقتي، ما تأخرش يا رب، استجبنا بسرعة لأجل اسمك، لأجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. نشوف بقى حصل ايه بعد كده بقى. ده قرينا دانيال لغاية عدد 19 من أصحاح 9. عدد 20، وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي، خطية دانيال قبل الشعب، ده إيه ده، الراجل ده مجنون ولا لا؟ مش مجنون، ده راجل متضع جدا، شايف نفسه هو خطيته الأول وخطية الشعب، ده الشعب ده بهدل الدنيا يا أخي، لكن هو كده. تقريت العهد الجديد يا دانيال، هو ما كانش وقت العهد الجديد، وإيه مذكور في العهد الجديد؟ يقول حاسبين بعضكم البعض أفضل من أنفسهم. بقى أنت أولا أخطأت وبعدين شعبك بعديك، أنا شايف كده. أنت فيك قول لي خطية واحدة، طيب ما ربنا بيحبك وأنت عز مع ربنا، وجعلت في قلبك أنك لا تتنجس، ومين في الدنيا كده؟ أنتوا شايفين كده، كتر خيركم يعني، بس أنا شايف إني خاطي محتاج لرحمة، زي ما قال داود، السهوات من يشعر بها من الخطايا المستترة أبريني. وبينما أنا أتكلم وأصلي وأعترف بخطيتي وخطية شعبي إسرائيل، وأطرح تضرعي أمام الرب إلهي، يعني أطرح، يعني أنا منبطع بحطه له كده على الأرض، أطرح تضرعي. إيه تضرعي؟ اللي هي الصلاة بتاعتي، اللي الكلمات اللي بقول يا رب استجب يا رب استجب، زي ما شفنا اللجاجة في الصلاة، يا سيد اسمع على 19، يا سيد اغفر، يا سيد أصغي واصنع، لا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك دعي على مدينتك وعلى شعبك. بكل لجاجة بيصلي، أطرح تضرعي أمام الرب إلهي عن جبل قدسي، جبل مش قدسي، جبل قدسي إلهي، اللي هو الجبل اللي بني عليه الهيكل، الجبل ده لزمان خالص قدم إبراهيم إسحاق عليه، وربنا قال لا مش ابنك ده، لا تفعل شيئا رضيا بالغلام، ورى له كبش، كبش ده يرمز شخص المسيح، ابنك اللي هيجي بعدين مش إسحاق. وأنا متكلم بعد بالصلاة، ووصل جبرائيل، يا ده وإذا بالرجل جبرائيل، جبرائيل ده اللي هو اللي ظهر لزكريا مش كده ولا إيه؟
ايوه، هو اللي ظهر مريم العذراء، ما ظهر لهمش راجل، ظهر لهم ملاك، لان هو ملاك. نشوف كده في انجيل لوقا، انجيل لوقا اصحاح افتكر 1 و2، او جايز 1 بس كمان، اصحاح 1:8. فبينما هو عن زكريا، فبينما هو يكهن في نوبة فرقته أمام الله حسب عادة الكهنوت، أصابته القرعة أن يدخل إلى هيكل الرب ويبخر، وكان كل جمهور الشعب يصلون خارجا وقت البخور، فظهر له ملاك الرب واقفا عن يمين مذبح البخور، فلما رآه زكريا اضطرب وقع عليه خوف، فقال له الملاك: لا تخف يا زكريا، لأن طلبتك قد سمعت، وامرأتك إليصابات ستلد لك ابنا وتسميه يوحنا، ويكون لك فرح وابتهاج، وكثيرون سيفرحون بولادته. الملاك بيتكلم كتير هنا مع زكريا، فوضح له الموضوع، لأنه عارف إن زكريا شك في الموضوع، لأنه يكون عظيما، هو عن ابن زكريا، أمام الرب، وخامرا ومسكرا لا يشرب، ومن بطن أمه يمتلئ بروح القدس. ده اللي حصل لما مريم زارت إليصابات، وارتقد الجنين في بطنها بابتهاج، بطن إليصابات. ويرد كثيرين من بني إسرائيل إلى الرب إلههم، ويتقدم أمامه بيروح إلي وقوتي ليرد قلوب الآباء، كلام كبير وكتير، إلى الأبناء والعصاة إلى فكر الأبرار، لكي يهيئ للرب شعبا مستعدا. فرد عليه بقى زكريا، قال له: ازاي يكون يعني؟ ده عندنا مانعين. مانع ايه يا زكريا؟ فقال زكريا: ملك كيف اعلم هذا؟ يعني ازاي اعرف الموضوع ده انه هيحصل يعني؟ كيف تعلم؟ ايه الكلام الغريب ده؟ يعني كيف تعلم؟ انا بقول لك اهو، انا بعلمك بهذا، خلاص يبقى تعلم. كيف أعلم هذا؟ لأني أنا شيخ وامرأتي متقدمة في أيامها. فأجاب الملاك وقالوا: أنا جبرائيل الواقف قدام الله، وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا. تقول لي كيف أعلم هذا؟ عشان كده عقب على طول: وها أنت تكون صامتا ولا تقدر أن تتكلم. واستخدم الرب الحكايه دي عشان يكون توقع لميلاد يوحنا المعمدان، كل الناس عرفت اللي حصل في الهيكل، فالناس كلها مترقبه مين الصبي ده وازاي هيكون الصبي ده، وده ساعد كتير في احترام الناس ليوحنا المعمدان، لان هو في سن صغيره طلع للبريه، والناس طلعت وراه واكمل خدمته بتقدير كبير، شعبه كله كان يحب يوحنا المعمدان ويعلم أنه من الله. هنا جبرائيل بيتكلم مع، وطبعا في مريم العذراء برضو ظهر له كملاك، ملاك من الله، هو جبرائيل برضو. جبرائيل ظهر في الهيئة الملائكية لزكريا، وفي الهيئة الملائكية لمريم العذراء، وطبعا الاثنين خافوا. ملاك هنا ظهر لدانيال الراجل، وفي 2 ملائكة في الصعود لما ظهروا للتلاميذ، كانوا رجالة، رجلين بلباس بيض، إن يسوع هذا الذي رأيتموه منطلقا للسماء سيأتي ثانية. المزر كان رجل ود كده، وبرضه وقت جدعون ظهر كأنه يعني كلم مراته الأول، وبعدين جوزها نتالي ده وقت شمشون مش عارف ليه، فحصل واحد من أنبياء العهد القديم يعني راح من قضاء أيوه وقت شمشون، فقال لها: طب خلي لما يجي خليني أشوفه. فحصل يعني صفة ودية، كان فوجئ اللي هو أبو شمشون إنه منوح ده أبو شمشون، أبو شمشون فوجئ إنه الملاك رمس
تقدمه بياكله، عايز ياكله. فطلع البخار كبير ونار، وطلع الملاك في النار. لكن هنا بيتكلم مع دانيال، واخد عليه صداقه، احنا اصدقاء مع بعض، ما انت اصلك طول عمرك في الحضره الالهيه وانا هناك شايف كل حاجه وعارف كل حاجه. فبيقول هنا ايه؟ وانا متكلم بعد بالصلاه، اذا بالرجل جبرائيل اذ رايته في الرؤيا الاولانيه اللي في الابتداء مطارا طاير كده واغفا، ما اعرفش واغفا دي انا نفسي اقراها في الانجليزي، دانيال 9:21، لمسني عند وقت تقدمة المساء. وهنا نعرف ان دانيال قاعد يصلي من الصبح لليل. تقدمة المساء، المغرب يعني. ايه ده؟ قاعد بيصلي ومنطرح كده بيعترف بخطيئة شعبه، خطيئته وخطيئة الاول وخطيئة شعبه بعدين. وفهمني وتكلم معي. بالضبط واحد اخ لي. وقال يا دانيال. ده ايه ده؟ هو بيكلم دانيال يا دانيال، ودانيال لك الراجل. حاجات جميله قوي الواحد لما يعاشر السما كده. يا دانيال اني خرجت الان لاعلمك الفهم. في ابتداء تضرعاتك اول ما بدات تصلي خرج الامر، يعني ربنا طلع الامر اجيلك، وانا جئت لاخبرك. نعم سريعا. نعم سويفت اليوم، يعني طاير بسرعه لامسه عند وقت تقدمت المساء. اشكرك كمان، ما كنتش عارف المعنى ده. وفهمني وتكلم معي. قعد يتكلم معاه مش عارف كام ساعة ولا كام يوم. في الآخر دانيال فهم، ما فهمش. فأنا جاي فهمه، لأن لغز غريب جدا. اللغز ده مختص بالساعة اللي أخلى الابن نفسه بمعرفتها، هي ساعة انتهاء العالم. فجبرائيل جاي بقى ان بيحكيها لدانيال، فضباب خالص الحكايه. وغالبا المقصود بالاجزاء بدانيال 10، دانيال 9، هو دانيال 9 المقصود بيها ان الحاجات دي هتبان بعدين وقت الضيقه. احتمال احنا على قد ما نقدر نفهم، بس اذا كان دانيال ما فيش هنفهم، احنا ممكن نفهم بس ايه، لان معرفه الذات فيما بعد عندنا كل الكتاب المقدس، وطبعا في حاجات سفر الرؤيا توضح لنا هنا، يعني عندنا مستندات اكثر من كانت عند دانيال. لكن في نفس الوقت هي مش ممكن نعرفها، لان الابن مش عارفها واحنا مش هنعرفها. اللي امتى هتكون نهايه الايام بصوره واضحه جدا بحيث نكون متوقعينها، اللي هي سماها المسيح الساعه. نقرا من 21 وكم 22. وانا متكلم بعد بالصلاه اذا بالرجل جبرائيل الذي رايته في الرؤيا في الابتداء مطارا واغفا لمسني عند وقت تقدمه المساء، وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال اني خرجت الان ليعلمك الفهم. طب يعني ازاي انت خرجت تعلمه الفهم وطلع ما فهمش؟ لا مش كده، بس علمه الفهم مقصود علمه الفهم 5% بس، مش مفروض يعرف اكتر من 5% او 10، ما اعرفش نسبه كام اللي فهمه دانيال. فهو دانيال بيقول له مش فاهم، لما قال في الاخر قال لك انا مش فاهم، عشان مش فاهم ال 90% الباقيين، لكن فهم حاجه. عشان كده بيقول لك وفهمني، هنا دانيال بيقول فعل 22 وفهمني وتكلم معي وقال يا دانيال. إني خرجت الآن لأعلمك الفهم
وأعلمك على الفهم غير فهمني، مش كده ولا إيه؟ فهمني في مشكلة بفهمها لك، ده أنا بعلمك الفهم يجي من فين؟ بعلمك تفهم يعني إيه؟ إيه الفهم ده ككيان بعلمه لك. وده اللي ربنا بيطلبنا عليه، طوبى للفاهمين اللي تعلموا الفهم. الفهم ده ما نسمعش الكلام ناس، الفهم ده ما نسمعش الكلام احنا نفسنا، الفهم ده ما نسمعش الكلام جماعة المتكبرين الكبار أوي دولة، لا، الفهم ده نسمعه من الكتاب المقدس فقط لا غير، فقط لا غير، لأن هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد المعصوم الذي ليس به أو فيه حرف أو نقطة مش محلة. ده قال المسيح عن الناموس كم وكم بالعهد الجديد، علمني الفهم. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، أول ما إيه دانيال ابتدى يتضرع، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. طب إيه علاقة إنه محبوب بالجملة كلها؟ في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، خروج الأمر بالفهم الإنسان بحسب حب الله للإنسان، وحب الله للإنسان بحسب تقدير الله لهذا الإنسان. اعلموا أن الرب قد ميز تقيه، ولأجل التقوى العميقة في دانيال والاحتمال الشديد اللي احتمله ده، هنا في آخر العصور العشرة مكتوبة في سفر دانيال، دانيال دي تسعة، دانيال في تاريخه وسع واحد واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لاقى كذا ملك وحصل له يعني أمور رهيبة مع الملوك دول. فأنت محبوب، عشان كده مجرد طلبت الرب ما يقدرش يتأخر عنك الدرجة دي. نعم، وعندنا لما ربنا قرر حرق سدوم وعمورة، أخفي عن عبدي إبراهيم ما أنا صانع؟ قالوا هنا الأرض، الله نزل له على الأرض تكلمه، وإبراهيم أكل ربنا، أيوة ثلاثة رجال وصار عمل هيصة وأكل الرب، يعني في أكل في ملكوت السماوات. وبعدين طلع الرب وعد إبراهيم وراي فصل معاه بقى في سدوم وعمورة دي. في ابتداء تضرعاتك خرج الأمر، وأنا جئت لأخبرك لأنك أنت محبوب. فتأمل الكلام وافهم الرؤية، هنا معناها إنها مش سهلة. زي مرة واحد جه المسيح قال له كيف تقرأ؟ الفهم بتاع الحتة دي صعب، كيف تقرأ؟ احتمال تبي تكون راجل الناموسي فعرف إنه إيه بالصواب أجابت، ممكن كيف تقرأ؟ واحنا بنقرا الكتاب المقدس ازاي؟ اسهل حاجه لقراءه الكتاب المقدس انك تقراه وبتسمع غنيوه بس، خلاص هتقعد تغني مع الغنيوه والكتاب المقدس طار من الذهن. قراءه الكتاب المقدس ينبغي ان تكون بروح القداسه ملتجئ الى الله لتفهم. انسان يفهم كلام الله فيكون في كل خضوع لكي يرشده الرب للكلام ليقول له ماذا يفعل، وهكذا بأي احتياج لينا. احنا عايزين مشيئة الله، وربنا عايز دينا مشيئته، احنا أولاده، احنا أولاد الله. كل الذين قابلوهم أعطاه سلطان نسير أولاد الله، احنا أولاد ربنا، رب عايز يفهمنا، بيقول له عشان تفهم اعمل كذا. فتأمل الكلام وافهم الرؤية. وابتدى بقى يقول له كلام بالنسبة لنا يعني الله يعلم نقدر نفسره ولا، لكن يعني إلى عهد قريب حاولنا نفسره في اجتماعنا مع يوم الاثنين مع أخ ميلاد،
كان صعب قوي الحقيقة. اختلفوا حتى الحاضرين في الفهم، على قد ما نقدر نفهم. سبعون أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة ولمسح قدوس القدوسين. دي المدة كلها، السبعين أسبوع، السبعين أسبوع من وقت دانيال، ممكن لو اعتبرناها سنين تبقى سبعين في سبعة بكام؟ 490، 490 سنة، ممكن تكون توصل تصل إلى عطية الروح القدس بما فيها قبلها الصلب وكل ده، ممكن يكون ده تفسير. سبعون أسبوعاً، لأنه هو من آخر نبي إلى المسيح حوالي 400 سنة، ودول 490 يعني يقارب موضوع دانيال. دانيال قبل طبعا، قبل آخر نبي، بس مش شوية كبيرة، شوية صغيرة. آخر نبي اللي هو ملاخي، بين ملاخي ويونان مسافة يعني مش مئات سنين، ممكن تكون هي التسعين اللي بقالنا. المهم ده كل ده عبارة عن دراسة يعني مساحية، مش دراسة عميقة، لأن بعد كده جه راح مقسمها. نقراها مرة تاني. سبعون أسبوعا قضيت على شعبك، يبقى إذن القضاء ده من وقت ما الراجل بيكلمه أو من قبلها، ممكن من خراب أورشليم. وعلى مدينتك المقدسة عشان أشيل معصية أورشليم لتكميل المعصية وتتميم الخطايا ولكفارة الإثم وليؤتى بالبر الأبدي ولختم الرؤية والنبوة. يعني ختم الرؤية والنبوة يعني بعد المسيح هيجي أنبياء بعد كده، قال لك يأتي بعد أنبياء كذب كثيرون، مفيش نبي تاني، فالنبوة مش موجودة خلاص بعد المسيح. وفي مسح بعد مسح قدوس القدوسين مفيش، فكل ده حصل في يوم عطية الروح القدس. عطية الروح القدس بقى الروح القدس يقود القديسين إلى كتابة الكتاب المقدس. مفيش نبي تاني جه بعد المسيح على حاجة خالص، مفيش خالص، ولا حد بيدعي الكلام ده. يا جماعة المسلمين دول ربنا يرحمهم، محدش بيقدر يدعي إن أنا جيت بعد المسيح عشان أكون أنا يعني آخر نبي. هو الأخير نبي، وهو رئيس الكهنة، وهو رأس الجسد، وهو حجر الزاوية، وهو كل شيء. فأعلم وأفهم، أنا ماسك حتة صغيرة من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها إلى المسيح الرئيس سبعة أسابيع واثنان وستون أسبوعاً، يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة. هنا في تفسير لسه مش قادر أفهم يعني أدركه بالضبط، لكن في تفسير غالبا المكتوب في الكتب، يعني
بيقولوا بعد 62 أسبوع فعل موافقا من خروج الأمر، لما تأسأب ليها بعد آية 25 فعل موافقا أنه من خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنيها، ده معروف بالضبط، ده في عهد كورش ملك فارس في السنة الأولى منهم ملكوا على طول، اللي كان حاضرها دانيال. دانيال مات في السنة الثانية لكورش ملك فارس، قال كده وكان دانيال إلى السنة الثانية لكورش ملك فارس، دي آية برضو. فمن خروج الأمر لتجديد أورشليم ده حضره دانيال، بس كان خلاص بقى يعني في آخر عمره. وبنائها استمرت شوية البناء ده، وده يجيبنا لعهد ملاخي. ملاخي هو آخر نبي في العهد القديم، وهو اللي حضر الهيكل اتبنى، حجاج وزكريا كان الهيكل وقف بناء، وبناء على مكيدة عملوها العرب والناس دول، وبعدين حجاج وزكريا ابتدوا ينادوا لزربابل المشلتئيل ويهوشع الكاهن العظيم ما توقفوش بنا، فما وقفوش مع ان الامر طلع من الامبراطور، بس ده كان دمات الامبراطور انه يتوقف ولو حد ابتدى يتبهدل بيته. ففعلا كانوا بيعملوا امر ضد الامبراطور السابق اللي مات، ربنا غير امبراطور جديد كان متعاطف مع اسرائيل، فلما اشتكوهم الناس ده الناس دول بيبنوا بقى، وكان صدر امر ما يبنوش، راح الامبراطور اللي راح له الامر ده كان مش الاولاني اللي مات وده بداله، راح رجع لكورش ملك فارس، لان هم راحوا للناس انتوا بتبنوا ليه؟ قالوا لهم كورش ملك فارس عمل كذا، فلقى كورش ملك فارس فعلا عمل كذا، اصدر امر ببناء البيت، فقالوا ده لازم يرجع، واتقلب الموضوع خالص، لازم البيت يتبني. والراجل الامبراطور ده اداهم فلوس واداهم اموال وساعدهم بالاموال، وعشان يقدموا ذبائح للامبراطور عشان ربنا يرضى على الامبراطور، واللي يقف ضدهم يتاخد خشبه من بيته تصلب عليها، يعني اتغير الموضوع تماما، لانه صدقوا حجاج وزكريا. ملاخي جه بعد حجاج وزكريا بس كان معاصر ليهم. فاذا كان اخر سفر في العهد القديم حاضر خروج الأمر لتجديد أورشليم وبنائها. من هذا الخروج إلى المسيح الرئيس 7 أسابيع. 7 أسابيع يعني كام؟ 7 × 7 بكام؟ 49. يبقى 490 سنة. ممكن الرقم ده ممكن، اللي هو من بعد ملاخي اللي هو وقت بناء الهيكل، لأن يعني الهيكل أيام زكريا كان بيتبني وتوقف وابتدي يتبني تاني، ملاخي وصل عند الوقت ده لغاية المسيح فعلا حوالي 490 سنة. 7 أسابيع و62 أسبوعا يعود ويبنى سوق وخليج في ضيق الأزمنة. دي أزمنة الضيق اللي هي المفروض احنا ما جيناهاش دلوقتي، لسه ما ظهرتش دي. هل الحساب يمشي صح؟ أرجو، لكن إن ما مشيش يبقى معلومات هتجيلنا بعدين تورينا إيه المقصود. 62 أسبوع في 7 بكام؟ 7 × 2 = 14، 7 × 60 = 42، 7 × 6 = 42، يبقى 43. حسبها أنا مرة لقيتها 4000 سنة في وقت ضيق، ممكن يكون مش صح، لأن إحنا كلنا مش عايزين 4000 سنة دي، مرة منهم 2000 وشوية أهو، مش هنستنى 2000 تاني، بس هنعمل إيه؟ فأنا أرجو يكون التفسير ده غلط، إن ضربها بالسنين نفس الأوقات والسنين. وهيجي بقى الرئيس الآتي اللي هو على 26، وبعد 2 أسبوع يقطع المسيح وليس له وشعب، شعب رئيس آتي يخرب المدينة. ده اللي هو الوحش، الوحش ده مذكور في كذا حتة في العهد القديم، حتى في الأسفار زي إشاعي وغيره مذكور عنه. والقدس
هل القدس انه هيتبني؟ بعض الناس بيقولوا هيتبني هيكل ويتنجس، ما اعتقدش كده. يعني القدس مثلا اللي هو عبادة المسيح تلغى، الشعب ده هيلغيها، واللي مش هياخد علامة الوحش ان هو ملك الوحش لا ياكل ولا يشرب ولا تاجر ولا يشتغل ولا حاجة خالص. في الاخر قتلهم الوحش كلهم اللي هم من اسرائيل اللي هم 144,000 واحد. فهنا ده الوحش. وشعب رئيس ناتي يخرب المدينة والقدس وانتهاءه بغمارة. برضو أرجو على 26 يا إيمان لو تطلعوا لنا إيه غمارة دي، يعني إيه؟ وإلى النهاية حرب وخرب قضي بها. عدد 26 هو انت يريدنا العدد كله بالانجليزي يفسره لنا من اوله من 26 نعم طوفان ممكن غمارة يعني غمر بغمارة وإلى النهاية حرب اللي هي حرب هرمجدون. دي واضحة قوي، إنهاء الوحش بحرب هرمجدون. وخرب خراب لكل، سيقتل في هذه الحرب كذا بليون فرد، مش هيبة إلا الجماعة الشيوعيين اللي هم هيعيشوا 1000 سنة والمسيح يحكم على الأرض 1000 سنة. حرب وخرب قضي بها ويثبت عهدا، ده اللي هو ايه اللي هو الوحش ده، مع كثيرين في اسبوع واحد. مكتوب عنه في اكثر من حته ان هو هيكون رجل خسيس ويملك بالتملقات، فهيتملق الباقيين بحيث يدوا له الولايه، يبقى هو بيقول انه في 10 ملوك معاه. دي برضه موجوده كل ده سواء في التوراة أو في الإنجيل، 10 ملوك معاه، وبعدين واحد ملك هيعلى اللي هو الخسيس ده، وثلاث ملوك يتشال، هو هيبقى هو في الضيقة العظيمة. والضيقة العظيمة عبارة عن 3 سنين ونص في الأول، وبعدين تبقى الضيقة العظيمة، يعني الضيقة كلها 7 سنين مقسومة نصين، نص ضيقة بس ونص تاني ضيقة عظيمة، اللي هو الأسبوع الواحد ده. وفي وسط الأسبوع اللي هو قيامه هو الرجل ده يبطل الذبيحة والتقدمة، يعني يخرب يمنع العبادة خالص، عبادة الله ممنوع، عبادة الله ما لا وجود لاسم الله. مكتوب عنه افتكر في التسالونيكي او كلوسي، ممكن كلوسي، يدخل هيكل الله كإله. هل يدخله فعلا هيكل يهودي يتبني ثاني؟ ممكن، لكن هل يدخله كسلطان يدعو اسم الله؟ ممكن، كله يعني في الإمكانية. بعد أيام ربما قليلة أو كثيرة ربنا يفهمنا أكثر. ويثبت عهدا مع كثيرين في أسبوع واحد، في وسط الأسبوع يبطل الذبيحة والتقدمة، وعلى جناح الأرجاس مخرب، يعني كل البلد خراب لا ذكر فيها لله، غير أنه سيقتل كل من يعترف بوجود الله، ويصب المقضي على المخرب. ايه المقضي ده؟ انه سياتي المسيح ويبيد في حرب هرمجدون. في امور ممكن توضح لنا شويه، وربما لما ينقضي بعض الوقت ودحنا كنا هنشوف او مش هنشوف، يبقى عندنا فكره عن ايه هو الموضوع. الاتكال على الرب، الثقه في الرب، التمسك بالرب، الحياه مع الرب هي الوسيلة الوحيدة للانتصار. وحلو قوي ما ندخلش الضيقة العظيمة ازاي؟ طيب ان احنا نؤمن الان، لان المؤمن سيختطف مش هيدخل الضيقة، نكون من المؤمنين قبل الضيقة. في ناس هيؤمنوا في الضيقة بس هيقولوا في مجاهات، في متاهات رهيبة جدا وذل رهيب،
وزي ما بيقول الرب ونختم بالآية دي اليوم، ونقول لغيرنا يعني إن سمعتم صوته فإيه قدسوا قلوبكم فاسمعوا، نعم فلا تقسوا، اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم، سواء شخص بعيد يؤمن أو شخص مؤمن يتقدس بحيث يكون واخد على زي ربنا كده زي ما دارين واخد على ربنا وعلى الملائكة، وبذلك تكون مكافأة أعظم في ملكوت الله. ولإلهنا كل المجد الأبد، آمين آمين آمين. مجد للرب، مجد للرب. هللويا.